حلو وتهنيجن ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد. مساء الخير يا اطفال، وش راكم؟ راكم مهايلين بهذه الرسومات وكامل. اذا مرحبا بكم في حصه مع عمو يزيد اللي كلمناكم باش جيتوا حضرتوا. يا اخي عجبكم الحال؟ اذا انتم تاني يا اطفال اللي راكم تشاهدوا فينا، اذا حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما هاد الاطفال اللي راهم معنا، ما عليكم الا توجهوا الى موقعنا الانترنت عمويزيد.com بالشكل التالي. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. فقط يا أطفال لما تسجلوا صبروا شوية. لماذا؟ لأنه التسجيلات كثيرة كثيرة جدا، لأنه قال أطفال حابين يجوا عند عمو يزيد وعمو يزيد حاب يستضيف كامل الأطفال. إذن شوية تاع الصبر وراح نستضيفكم معنا باش تفرحوا معنا في هذه الفترة. هذه شكون اللي يقدر يقول لي يوم 21 مارس واش يصادف يوم 21 مارس؟ واسمك بنتي؟ يمنى بن يحيى. الله يبارك بنتي، وين تسكني؟ في مدية. في مدية، واش يصادف يوم 21 مارس؟ اليوم مستقل العالمي لتريزومية 21 شعاري مدرستي. برافو برافو برافو. يوم 21 مارس تحبتي تقولي مدرستي مستقبلي. يا أخي مدرستي مستقبلي هذا الشعار شعاري شعار باش الأطفال لأنه حالة التريزوميا باش يروحوا للمدرسة. يا أخي برافو بنتي برافو، تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. إذا نحن اليوم نتوقفوا في هذا اليوم العالمي لحالة التريزوميا باش نقول لهم بلي نحبوهم. حنا تاني نحبوكم، انتم تاني تحبونا؟ نعم حنا تاني نحبوكم ورانا مضامنين معكم. وعندهم الشعار، وريه لنا بنتي الشعار، عطيني نوريه لهم. أعطيه لي فوالا. برافو برافو، جبت لنا شعار جميل. اليوم العالمي للتلزوميا 2017 مدرستي مستقبلي. إذا احنا نضمنوا معهم باش الأطفال هادو كامل يكونوا متمدرسين. يا أخي برافو برافو برافو. وشكون اللي يقول لي تاني يوم 21 مارس واش فيه؟ يوم وطني لي عيد الشجرة. عيد الشجرة، عرفتوه انتم تاني؟ واسمه عيد شجرة. عيد شجرة. الشجرة، برافو برافو برافو. نحبوا الأشجار احنا تاني. لهذا عمو يزيد عنده مفاجأة لكم من بعد. يا أخي قبل هذا الشيء، قبل ما نروحوا المفاجأة، نطرح عليكم اللغز. تحبوا الألغاز؟ نعم. إذا اللغز اليوم يقول: أخوان لا يستطيعان العيش دقيقة واحدة برفقة بعضهما. أعيد اللغز: أخوان لا يستطيعان العيش مع بعضهما لدقيقة واحدة. إذا فكروا، صعيب اللغز ها؟ صعيب، عم بالكم عمو يزيد جيب غير الألغاز السهلة. إذا فكروا لغاية نهاية الحصة في الجواب عن اللغز. أنتم وأصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا يقدروا يروحوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com ويجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا في اللغز انتم والأصدقاء اللي يشوفوا فينا على بالي بلي شاطرين كامل، فكروا فيه لغاية نهاية الحصة. قبل ما نلحقوا الجواب عن اللغز رايحين نطلبوا من نور الهدى ديرنا بحث عن شخصية معروفة في ثورة التحرير، هو محمد عمران بوليفة.
تفضلي نور الهدى، تفضلي تصفيق على نور الهدى. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير. اليوم جيت نحكي لكم على شخصية الشهيد محمد عمران بوليفة. ولد محمد عمران بوليفة في سنة 1920 بتوغرت، تعلم القرآن الكريم والفقه بتوغرت، دخل مدرسة ابن خلدون لتعلم اللغة الفرنسية، تحصل على الشهادة الابتدائية وانتقل لمرحلة التعميل التكميلي بنفس المدرسة، ومنها أيضا تحصل على شهادة التعليم المتوسط، ثم تحول للدراسة بمدينة المغير مركز التعليم الفلاحي، لكنه لم يكمل في هذه الأخيرة، توجه إلى الحياة العملية ككاتب عند موثق. بدأت منطقة توغرت عام 1956 تشهد بعض الأعمال، وهذا برمي القنابل اليدوية الصنع على بعض المقاهي والحانات، وقد بلغت أشدها عام 1957. ثم بدأت السلطات الفرنسية بفرض حصارها على المواطنين العزل، وذلك للبحث بالمتسببين في الاضطرابات المشكوك فيهم، وقد حوصرت فكان ابنه هو كبش الفداء مع ابنها عمه أحمد بوليفة وأخيه محمد. لكن يوم 17 نوفمبر 1957 تم إعلان لتنفيذ حكم الإعدام، فسلم نفسه لينقذ عشيرته من حبل المقصلة. في نفس اليوم تعرض للتعذيب والتنكيل لمدة يومين متواصلين، وفي 19 نوفمبر تم اقتياده هو والشهيد الزهاري تونسي إلى غابة الحشاشين بالزاوية العبدية، وتم إعدامهما رميا بالرصاص دون أي محاكمة. استشهد البطلين، وفي اليوم الموالي تم دفنهما بمقبرة الزاوية العابدية. رحم الله شهدائنا الأبرار. برافو 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 هدى، برافو 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 برافو. يا أطفال، مقبلة تكلمنا عن اليوم الوطني للشجرة. عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها الشجرة جمال وروح، يلا تغنوا كامل. الشجرة أشكال ألوان الشجرة.
الشجرة سحر البيان، في الشجرة سحر البيان، وفي الشجرة للفن فنون، ولفصول الأربع عنوان، في الشجرة خيرات الكون، في الشجرة سحر البيان، في الشجرة للفن فنون، ولفصول الأربع عنوان، الشجرة جمال وروح، والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح، أشكال ألوان، الشجرة جمال وروح، والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح، والشجرة أشكال ألوان، والتين قال الرحمن، والتين قال الرحمن، والشجرة نخل العرجون، ولا تنسى حب الرمان، لا تنسى حب الرمان، الشجرة منها الزيتون، والتين قال الرحمن، والشجرة نخل العرجون، ولا تنسى حب الرمان، الشجرة جمال وروح، والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح، أشكال ألوان، الشجرة جمال وروح، والشجرة عند الإنسان آية من آيات اللوح، والشجرة أشكال ألوان. برافو 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 برافو. إذن الشجرة مهمة جدا في حياتنا يا أخي أطفال. برافو. أنا نقول نروح نزقول عمو إبراهيم في ألعاب الخفة. يلا عمو إبراهيم تفضل. عمو إبراهيم تفضل، تصفيق على عمو إبراهيم. برافو 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 برافو.
برافو 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 عمو ابراهيم. يا اطفال كما تكلمنا قبيله على اليوم الوطني للشجره وكامل، راح نحكي لكم حكايه اليوم هي الحطاب والشجره. يلا معايا يا اطفال، كما وعدتكم قبيله عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه الحطاب والشجره. واحد النهار كان واحد الحطاب عايش في بيت مع عائلته، ولكن كان عايش بالحطب اللي يجيبه كل يوم، يروح يقطع الأشجار ويجيب الحطب يستعمله للنار، يعني باش يديروا النار باش يطيبوا به باش يتسخنوا عليه. كان الحطب مفيد في حياتهم، وكان كذلك كاع الأثاث نتاع البيت كان يخدموا من هذاك الحطب هذاك اللي يجيبه. إذن كان كل يوم ينوض بكري ويروح يجيب الحطب هكذا، يقطع الحطب ويجيبه ويستعمله هو، واللي يفضل له يبيعه باش يكسب قوت اليوم نتاعو. واحد النهار راح بكري هكذا الصباح، وكانت سخانه هذاك النهار، إذن خدم خدم خدم. كي لحقت العشيه هكذا الشمس بزاف، جاتو الشمس هكذا، راح اختار واحد الشجره كبيره هكذا وقعد تحت منها هكذا، قعد تحت منها هكذا في الظل هذاك ورقد شويه، رقد. ومن بعد كي ناد لما استيقظ شاف هكذا، قال نبدا بهاد الشجره هذه، جا يقطع هذيك الشجره اللي عطات له الظل تاعها. ومن بعد حتى سمع صوت هكذا، قالت له ما بك ما بك يا رجل؟ خاف هكذا، قالها شكون هو يهضر؟ قالت له انا الشجره نتكلم معاك. قالت له شراك حاب دير؟ قالها نقطعك لاني محتاج للحطب نتاعك باش نكسب به القوت نتاع اليوم نتاعي، نديه نسخن عليه نخدم به الاثاث نبيعه. قالت له بصح علاش انا عطيتك الظل؟ علاش تقطعني انا شجره كبيره وكامل، علاش تقطعني؟ ومن بعد بدات تفهم فيه في الفوائد تاع الشجره. قالت له الا تدرك فوائد الشجره؟ قالها ادركها ولكن مشي. قالت له دوك انا نقولهم لك. بدات تقول له فوائد الشجره، بقات تقول له تعطيك الظل كي تكون سخانه، تعطيك الثمار، تعطيك الحطب. ايه قالها بصح، قالها بصح انا لازم نكسب قوت يومي، كيفاش راح ندير؟ قالت له نعطيك حل. قالت له كل مره تقطع شجره اغرس شجره. ايه قالها حل ذكي هذا. وبدا في كل مره يقطع شجره يغرس شجره. عمو يزيد نستخلص من هذه الحكايه انه يجب ان ندرك فوائد الشجره. بالضبط. تصفيق على بوبي، تصفيق. يا اطفال فوائد الشجره مهمه جدا، اذا لازم عمليات التشجير، لازم نغرسوا شجر ونحافظوا على البيئه والاشجار. يا اخي يلا معايا. يا اطفال شكون اللي يجي يحكي لي حكايه جميله ولا نكته طريفه؟ شكون عنده نكته جميله؟ تعال اروح، تعال اقعد. واسمك؟ نزيم. وين تسكن نزيم؟ عين بنيان. عين بنيان، احكي لنا النكته تاعك. تاعك معليش احكي لنا. اقعد النهار واحد ملك تاع النقاطي عرض غير نقاطي، الف ما عرفتش الفصيله، رحت الفصيله وحده قال انت ما تدخليش. قالت له ماكش شايف النقطه دايره لا ماشي. اروحي بنتي تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ ميليسا زيغد. وين تسكني ميليسا؟ في عين ضايا. عين ضايا، احكي لنا النكته تاعك. واحد الخطره كانت واحد النمله تسلقت كوب الشجر تاع الفخاز، كي وصلت للفوق قالت اخيرا وصلت الى البحر الاحمر. برافو. تعالي روح. تعالي بنتي تعالي. تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ صافا جوزي. صافا شحال في عمرك؟ في عمري 10 سنين. الله يبارك. وين تسكني؟ في ولاد فايت. ولاد فايت خيار الناس. احكي لنا النكته تاعك. قال لك واحد قال لصاحبه اسمه رونالدو، قال له اسمه صالح، قال له كيفاش عرفت؟ قال له المعلق قال له هذا الضربة الجزاء لصالح رونالدو. برافو. عمو يزيد يحط الأرنب صديقنا. يا أطفال وصلنا درك للجواب عن اللغز. شكون اللي عنده الجواب تاع اللغز؟ أخوان
لا يستطيعان العيش دقيقة واحدة برفقة بعضهما. شكون عنده الجواب؟ قل لي. عقارب الساعة. عقارب الساعة، قل لي. الشمس والقمر. الشمس والقمر، قل لي. السحابة والشمس. السحابة والشمس. شو اللي عنده جواب آخر؟ عقارب الساعة. عقارب الساعة. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. شو اللي عنده جواب؟ الشمس والشتاء. الشمس والشتاء. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الشمس والقمر. الجواب هو عقارب الساعة. شاطرين؟ إذا تعال تعال تعال، أنت اللي عطيتلي الجواب الأول. أرواح تعال. واسمك؟ كميل. كميل، شحال في عمرك كميل؟ عمري 7 سنين. 7 سنين، وين تسكن؟ دال إبراهيم. دال إبراهيم. حنا الشاطرين دائما نعطولهم هدية، نعطولهم هدية، والهدية ديالك هي قبعة مع عمو يزيد تقيك من أشعة الشمس الضارة، لبسوها لك دركا أو جاتك شابة، ونعطوك سيدي من حق الطفولة لعمو يزيد، خذهم ديرهم هنا، خذ الكيس، تفضل وليدي، صح عليك. إذا الجواب كان عقارب الساعة يا أخي. إذا يا أطفال عندنا عيد ميلاد ميلين. إذا ميلين تعالي بنتي أرواحي، أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع ميلين، وحنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. يلا أرواحي، أعطيني التاج تاع ميلين. فوالا، تعالي بنتي، فوالا، فوالا، إكسلون. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد، ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، شالله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، شالله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو. إذن يا أطفال نديروا العد التنازلي مع ميلين. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. يلا فوالا، برافو 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 برافو. إذن ميلين أعطيني الهدية تاعها، عمو يزيد يهدي لك شهادة إنجاح تصوير حصة
عمو يزيد في ظرف جميل هكذا، وهاد الشهاده ليكم كامل، غير تخرجوا تكون عندكم كامل شهاده، شهاده تحتفظوا بها كذكرى في تصوير حصه عمو يزيد. وميرين كذلك، بما انك بعثت لنا خمس قسيمات تاع حليب رامي، ممول الحصه رامي يهديك هاد الهديه اللي هي سيت اون تابلت كيدز، ان شاء الله تستفادي بها من راعي الحصه حليب رامي. تفضلي بنتي، تفضلي. إذن وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نهار الثلاثاء على 5 تاع العشيه على قناتكم الشروق تي في. حبكم يا اطفال. لا تحزن وحن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، احببناكم، احببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.